السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان والأخوات وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. المهم الإخوان، وأخيرا بدأت عملية إعطاء الشقق في الناس ديال دوار الشحنة والكربون. يعني العملية بدأت بواحد الوتيرة اليوم اللي قوية جدا. يعني الناس راه بدأت كتسلم المفاتيح ديالها باش يسكنوا في الدويرات ديالهم إن شاء الله. المهم العملية راه بدأت بواحد الوتيرة سريعة جدا اليوم. تزايد كبير بالنسبة للناس اللي استفدت. الناس اللي استفدت اليوم، يعني كاينين الناس كثر اليوم. بدأت بواحد العملية اللي هي سريعة جدا صراحة. اليوم الناس فرحت، والناس يعني دخلتها واحد الفرحة اللي فرحة كبيرة جدا. يعني صراحة الناس فرحانين معنى الكلمة. يعني العملية اليوم كتعدى ما يزيد عن 30 شخص اللي اخذوا المفاتيح ديالهم. ونتمنى من الناس الاخرين ان شاء الله يتسلموا حتى هما المفاتيح ديالهم في اقرب وقت. يعني الناس راه عانات وتكرفصات صراحه. الناس راه وصلت لها العظم، ولكن الحمد لله اليوم بدات العمليه. يعني بدات العمليه ديال الاعطاء الشقق والمفاتيح. الناس كثار اليوم استفدوا. نتمنوا الخير للجميع، ونتمنوا حتى حنا يشوفوا معنا ويعيطوا لينا باش ان شاء الله نسكنوا في الدويرات ديالنا، لان الناس راه كاريه. الناس راه صراحه تكرفصات. يعني كل صراحة والله العظيم إلى الناس راح تكرفصات، والناس راح تعذبات بالكرة وبال يعني صراحة كاين تشويد المشاكل ديال الناس اللي كارين عندهم. كاين اللي ما كاريش غير عاطينو الناس وتكرفص مع الساكن اللي كاري وكيخلص راه 2000 درهم في الشهر. نتمنوا الخير للجميع. المهم صراحة الناس راها فرحانة اليوم لأنها أخذت المفاتيح ديالها. يعني عدد كبير كما قلت لكم راه ما يزيد عن 30 شخص اللي تسلمات المفاتيح ديالها، ومن أغلبيتهم في السيكتور 5. يعني اليوم السيكتور 5 كاين إقبال وتزايد كبير في إعطاء المفاتيح كما كتشوفوا. هذا هو السيكتور 5. يعني الناس راها فرحانة. نتمنى لها الخير والتيسير والسعادة في السكن ديالهم، والعقوبة لينا حتى حنا إن شاء الله. المهم كما كتشوفوا إخواني أخواتي، الناس راها فرحانة والله العظيم. إلا كاينين شي ناس سبحان الله ما كانوش كيظنوا
انهم غاديين ياخذوا المفاتيح ديالهم هذا الاسبوع، والحمد لله الناس فرحانين وناشطين، وصراحة فرحوا ونتمنى لهم الخير والتيسير، والله يسهل على الجميع. وكما قلت لكم العقوبة لينا حتى احنا ان شاء الله نتسلموا المفاتيح ديالنا ونسكنوا، لان راه كاين شويه ديال التكرفيس، كاين شويه ديال العذاب. نطلبوا الله يتجاوز عنا، والله يسهل على الجميع. كما كتشوفوا راه السيكتور 5 هذا، يعني السيكتور 5 اليوم كاين الناس، كاين الناس اللي مستافده بزاف اليوم، الناس استفدت بزاف السيكتور 5. والله سهل على الجميع. ونتمنوا الخير والتيسير لباقي الناس اللي غادي ان شاء الله حتى هما يتسلموا السويرتات ديالهم. وبهذا المناسبة نبغي نقول للناس اللي كيسولونا في لي كومونتير، كاينين بعض الناس اللي كيسولونا في لي كومونتيرات، الناس ديال التمارة كيقول لك واش السيكتور 3 و4 و6 والى اخره واش غاديين يسلموا ولا لا قبل العيد. تنقول لكم لا، ما غاديينش يسلموا قبل العيد، من وراء العيد ان شاء الله. امتاش الله اعلم، امتاش غيسلموا ورا العيد الله اعلم، يعني ورا العيد. المهم الاخوان كما شفتوا راه كل شيء سكن ان شاء الله، كل شيء غادي يسكن وكل شيء غادي يستافد ان شاء الله. ونتمنوا الخير للجميع، وتحياتي لكم، وما بقى لي الا نودعكم في فيديو قادم ان شاء الله، مع تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.